السلام عليكم إخوتي وأحبائي، معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب. اليوم عندنا درس الأرقام، هو درس مهم جدا في الحياة العملية. طبعا في سلسلاتنا السابقة قد تناولنا الأرقام من 0 إلى 10، ولكن هذا ليس كافي، لا يعد كافي في الحياة اليومية في اللغة التركية. طبعا اليوم رح نعطيكم الأرقام كلها في اللغة التركية وفي فيديو قصير جدا. قبل أن نذهب، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات القادمة. نبدأ مع أول عدد، هو قريب جدا من اللغة العربية. صفر صفر صفر، بعدين عنا بير بير، بعدين إيكي إيكي، إيتش إيتش، دارت دارت، بيش بيش، altı altı, yedi yedi, sekiz sekiz, dokuz dokuz, sonra on on. بعد عشرة نضع العشرات بعدها الآحاد. نضع عندنا، نكرر أيضا الآحاد كما هي مرت معنا سابقا، فنضع العشرة التي هي on ونضع بعدها بير. طبعا نلاحظ أن الكتابة تكون مفصولة، جميع الأرقام تكتب مفصولة، وهذه من قواعد اللغة التركية. 11 11 12 12، هكذا تقرأ متصلة 12 13 13، ثم عندنا يتابع 14 15 16 17 18 19، يصل إلى 20 20 21 22 23 24 25، ثم يتابع 26 27 28 29، ويصل إلى 30 31 32 33، يتابع حتى يصل إلى 40 40. هذه يوجد كثير من الأخطاء عند الإخوة العرب في لفظ هذه الكلمة كرك 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 بير كرك كيكي، يتابع كرك يوش كرك دور كرك باش كرك ألت كرك يدي كرك سيكيز كرك دوكوز، حتى يصل إلى إلي إلي، يعني 50 إلي 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 بير إلي كي، ويصل إلى 60. طبعا منهم من يلفظها والكثير من يتجاوز حرف لي فيقول 60 يستسهله فلا يلفظه فيقول 60 بير، ثم 70 بير، ثم عندنا 80 بير 82، يتابع إلى 89، ثم يصل إلى 90 يعني 90 98 99 100 يعني 100. فعندما تقرأ 100 الواحدة لا تقول بير، وإنما تكفي أن تقول 100 ثم 101 100 بير، يضع المئات بعدين العشرات بعدين الآحاد 100 بير. 110 110 120 130 150 200 300 300، ثم عندنا بين بين، أيضا هنا لا يضع واحد قبلها فلا يقول بير بين، إنما يقول فقط بين، ولكن عندما تكون ألفان يقول إكي بين. 900 بين 9000، 10 بين 20 بين 30 بين 40 بين 50 بين 100 بين 200 بين 900 بين 1 مليون 1 مليار. نكرر قراءة الأرقام، نحاول أن نقرأ جميع الأرقام حتى 100 مع بعض. 0 بير 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuz. Otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk. Kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz, kırk dokuz, sümeydana elli. Elli bir, elli iki, elli üç, elli dört, elli beş, elli altı, elli yedi, elli sekiz, elli dokuz, altmış. Altmış bir, altmış iki, altmış üç, altmış dört, altmış beş, altmış altı, altmış yedi, altmış sekiz, altmış dokuz ve yetmiş. Yetmiş bir, yetmiş iki, yetmiş üç, yetmiş dört, yetmiş beş, yetmiş altı, yetmiş yedi, yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, seksen. Seksen bir, seksen iki, seksen üç, seksen dört, seksen beş, seksen altı, seksen yedi, seksen sekiz, seksen dokuz, doksan. Doksan bir, doksan iki, doksan üç, doksan dört, doksan beş, doksan altı, doksan yedi, doksan sekiz, doksan dokuz ve yüz. Yutabe, yüz bir, yüz iki, yüz üç ile akhir el miat yasıl ile bin. Bin, iki bin, üç bin, dört bin, beş bin, altı bin ve hakeze el erkan bi el lugat Türkiye. Sehli cidden basita. La yujad indahum harf el atuf ve بين الأرقام فلا يقولون وعشرون وإنما بسيطة جدا. لو حفظت فقط أرقام الأحاد من صفر إلى تسعة وحفظت أرقام العشرات من عشرة إلى تسعين تستطيع نطق أرقام اللغة التركية بسهولة وتحفظ أيضا كلمة مئة وكلمة ألف فتستطيع أن تقول ما شئت من الأرقام. فمثلا نحن الآن في عام 2020 وهكذا إلى غيرها من الأرقام. سنتابع أيضا في دروس الأرقام. سيكون عندنا درس قادم متعلق بقواعد الأرقام وبعض التمارين على الأرقام. نتمنى أن تكونوا بخير دائما. إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة القواعد التركية منهاج إسطنبول.